مساء الخير يا مرحبا بالناس الكل اللي طلت وهلت علينا، واحنا معاكم اكيد على 93.3. هكا مشوارنا يبدا معاكم توا حتى لسته متاع العشيه. طقس جميل، طقس حلو برشا برشا، طقس هكا يشهي باش تقعدوا هكا معانا ونسوكم بيان سور لمده ساعتين من زمان. خلينا نعملوا طلع هكا توت سويت على درجه الحراره. نعرف لي برشا منكم يعشقوا الطقس هذايا. لوغ بور لو مومون 11 درجه درجه الحراره، وكيما لاحظتوا بيان سور فما امطر. بعد شويه نعطيكم هكا ريكاب على حاله الطقس كيفاش باش تكون بالنسبة لليوم، ولكن إن شاء الله أدنى درجات الحرارة باش تكون في 8 درجات. أنا أخترد بالكم على رواحكم بما أنه فما أمتار هكا. بالنسبة للناس اللي تسوق دائما نتقيدوا بقواعد السلامة المرورية، نحاولوا أنه دائما نفسحوا المجال من جيوش في الكيس وردوا بالنا على رواحنا. سينا وحنا باش ننسوكم برشا موزيكا، برشا فقرات تكون معكم دائما اللي تهم حياتنا اليومية. إن شاء الله كان فاتتكم حاجة بيان سور السباحة وصارت حاجة لابخي ميدي، كل شيء باش تعرفوه بيان سور معانا في كل المواضيع اللي تكون مختلفة، تهم القانون، تهم الاجتماع، الثقافة، كل ما يهمنا بيان سور في اليومي نتاعنا، وخاصة اللي ديما معانا وسبونسور اوفيسيال نتاعنا اللي ديما ما يخليهش بينا امطر رعد شمس قمرة، ديما موجود معانا. تحية كبيرة لفريكي جي اس ام اللي ديما معانا ومدلن لابيلي كادو، كل ما يهمنا، كل ما وانتوما تسحقوه بيان سور في حياتكم اليوميه، تابلت فابلت سمارت فون سمارت واتش، تلقاوها عند الفريجو هذايا ماهوش جديد علي. دائما لابون ادريس نحكيو على عند الفريجو. الوغ خليكم دائما برونشي على 93.3 باش نجمو تربحو معانا لي كادو. الوغ فرحنا برشا برشا الطقس هذايا، وكيما العاده ماكمش باش تكونوا وحدكم، اكيد كامله باش تكون مو نسيتكم في العشويه هذه الحلوه. حضروا صحين حلو معه قهوة، خاطر باش نحكيو عنا ما نحكيو عنا اكيد ما نعيشو برشا جو. الوغ تحية كبيرة برشا برشا للاكيب الكل اللي باش تأمن لكم الحصة لليوم، زميلتنا أنس في استقبال وتنسيق المكالمات، أيضا تحية كبيرة لزميلنا وسام القرقني دائما في الإعداد. ترجع لنا أمنة بوخيت الجميلة من وراء الكونسول وفي الإخراج التقني والموزيكا بيان سور اللي محضرتها لكم بالنسبة للعشوية هذه. أيضا سيف في الدين بولاريس في الاخراج التصويري. كيفاش امير؟ مدام سوسن قدموا لها التحيه ايضا، مدام سوسن في استقبال اتصالات، وانس ميسيلش زوز زوز محليهم ونحبوهم برشا برشا ودائما نوجه لهم التحيه. نكمل مع سيف اللي معانا بيان سور دائما موجود في الديجيتال وفي التصويره اللي توصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي نتاعنا على اليوتيوب على الفيسبوك. معكم كما العاده نور البيجي من قدام الميكرو. الوغ ليكيب عامله بون كيف، منو عاملين بون كيف، مش خاطر المطر هكا تصب لازم ديما شمس. يا حمزه مرحبا. حمزه مرحبا نور، عسلامه نور، مرحبا بيك. مرحبا كيف كيف الكل، مرحبا عسلامه. والله نشد في روحي بالصيف. عليه نحب سميشه. تحب الشميشه؟ سميشه 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 من فضلك. سميشه كيما والله. شوف شوف حتى الطقس هذايا الساعه، ربي يا ربي ينعمنا بالغيث النافع. هذا الغيث النافع راه انا مش نحكي على ابن مطر، انا نحكي على الدفاء. دفاء ربي دفاها علينا، ربي دفاها علينا. هاو الدفاء العائلي عندنا هوني في الله صلي على النبي. شوف ليكيب الكامله مدفيتك لهنا والحمد لله. الحمد لله شكرا لله. الاعتراض على حكم الله. راهو يا جماعه راني نحكي أنا بالعكس حلو برشا الطقس. انا راهو كيدخل ديسمبر نبدا نتازم حتى لمارس. انت عندك مارس نبدا السندروم هذاك، نبدا نتنفس شويه ما عندهاش علاقه. ان شاء الله ربي يرحمنا، ان شاء الله ربي ان شاء الله يخف علينا الغمه. امين يا نور. برشا جو اليوم يستنى فيكم سادة المستمعين. حكايه اليوم باش نكملوها كملوها زعما. ماذا بيك عندك لانتونسيون باش تكملها يا حمد، سينو باش تغضب بالجماهير. الجماهير الكل باش تغضبها. الله يبارك. الله يبارك. حسره. شوف زميلنا سيف ميساج حتى لو كان حطيتها في الـ في الـ في الاوف، هي تصويره حلوه برشا برشا الحقيقه من عمناول في سان فالونتان تاع عمناول. الحياه تفهم كانت تحتفل بعيد ميلادها لولي اللي هو ان شاء الله يا ربي باش نحتفلوا بعيد ميلاد الحياه افهم.
نهار 14 فيفري نهارة الحب نهارة المحبة بيان سور بالنسبة للناس كل اللي قدمت لنا محبة تيلة عامين إن شاء الله يا ربي هكا رجعوا لكم برشا برشا محبة إن شاء الله هكا باش يكون احتفال متميز بكم ومعاكم وليكم خاصة مشكور جدا على الفوتو اللي بارتاجيتها معنا احنا يا سيف شنو نعاود نرحب بك مرة أخرى عايشك قلنا نور الحكاية اللي ما مش كملوها اللي كيف زاد محضر اغنيات حلوين تبعين المود نتاع الشتاء تبعين المود الجو هذا هاك باش تسمعوهم تكتشفوهم تخي بيان الو خلينا كلنا اذان ساغي بعد شوي باش نكتشفوا ليكيب شنو اختارت سينو الامير متصدر على عرشه دائما بحتانا مرحبا سي الامير كيف الحال الحمد لله سافا سافا لاباس طقس اش قولك في الطقس بس العظم ايوا صحيح ما نحبوش اما مادام شفت ناس فرحانه بالمطر كيف كان نعملوا فوت في ليكيب لان انا نلقى كان انا تقولي نحبوا الطقس هذا انا وين انا فوالا الحق سيرتو بكري في تبلعت في المطر وتهديت ما كانش تاكسي وروحت الفلوس مرنخ ما نحكيلكمش الحاله اللي جيت فيها ديجا ما زلت موجود الاماير اي اما مثال شفت ناس فرحانين هكا وعاملين جو على اي صح عاملين جو على المطر دونك ما نجمش نعكس العباد خويا باهر مطر وخلت نفسه شويه نفرجوا شويه شويه خضار في الربيع على الاقل ان شاء الله يا ربي ان شاء الله بالحق مو هذه في الربيع تجيب الخضار معاها صحيح الورد يفرح محلاها ساعه المطر هذه بينا برشا باهية باهية تبعد الامراض تبعد ال توضعت وقلت باهية باهية المطر هذه ان شاء الله يا ربي هكا تكثر وتكون باهية وغايت نافع هكا ولازمة لازمة على الانفراستركتور اللي عندنا تفضل لازمة هذاك بغض النظر على كل شيء لازمة القلتة تقعد هذيك بدعواتنا ان شاء الله نسالكم القلتة تنشح ان شاء الله في جمعة ان شاء الله ليه باش تكبر معنا لما حلف بنا بها لما حلف مش مشكلة مالوغيزمون باهي شوية مطر خلي تنفس الدنيا وتنفس العباد شوية شوية خضار في الربيع وكل شيء سينو والصابة صح صح الأمير قلبه معبي اي تونس كالعادة ما تخليش من روحها بالموجود باللي عندها بالمتوفر كيف تلقى جيران وحباب في أزمة تقف معاها متعاونهم باللي عندها برغم اللي عندها بالامكانيات المتواضعه نقولوا احنا تقسم الخبزه مع جارك صح هذا اللي تونس عملته كما بقيه الدول الكل ما رانا انه ثم عباد محسوبين توانسه علينا شوف راهو صحيح نظومرو ونفركوهم وننبروا اما ثم حوايج راهو ما يمشيش عليها التنبيه هذا اللي باش نقزموا كنقزموا بلادنا خايب على الاخر بالضبط كون تشوف معناها كيفاش البرا مستبشرين معناها كيفاش فرحانين باللي فور تعم في تونس مع اشقائها وتشوف احنا التوانسه من ديخ كيفاش نقزموا حاجه توجع القلب واليوم باش نحكي باش نجدوا الذاكره نتاع التوانسه انه تونس معناها دائما سباقه بالضبط في الوقفة مع جيرانها وحبيبها وصحابها صح هذه كل باش نحكيو بيان سور واكثر مواضيع بيان سور ايضا ان شاء الله باش تكون بحثنا خلود بن سعيد في فقرة القانونجي وايضا سي فيصل الزايري في كل ما هو مواضيع تنموية وتخص المشاريع الوغ دائما ليكيبك حفلوها كل بداية ايميسيون ويبارتاجيو معنا موزيكا من القلب يلا تتسويت خنكتشفوا شنو اختارت ليكيب بالنسبة لليوم